والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة يا جماعة هنتكلم عن تنظيف المكوة اللي اتحرقت زي ما احنا شايفين كده اهو. هنتكلم عن أربع طرق لتنظيفها. أول طريقة هنجيب موس حلاقة زي كده اهو ونكسره سواء جديد أو قديم، وهناخد منه واحدة النص اهو، وهنعمل كده يا جماعه بعد ما نسخن المكنه المكوه ونروح ماسكينه كده تنينه كده اهو. بصوا يا جماعه اهو، طبعا هنسخنه عشان الحاجه اللي اتحرقت دي يبقى سهله أهو. طبعا سهله ايه النظافه. طبعا انا جايب موس وموس حاد عشان ايه ما يعملش خطوط او ينحر ويفحر في المكوة، لانه هيبقى ناعم طبعا. اهي يا جماعة زي ما احنا شايفين اهو، ادي حتة نطفت اهو كده اهو، اهي بص عملت ازاي يا جماعة. في طريقة تالتة تانية وهي الصنفرة، والصنفرة دي يا جماعة زي ما شايفين كده ما نحاولش، يعني نحاول ناكل بس الايه الحاجه المحروقه، يعني مثلا كده اهو اهو يا جماعه بسم الله اهو يا جماعه كده زي ما احنا شايفين اهو اهو كده. بس طبعا الافضل ان انا اجيبها من النوع الناعم عشان ما تعملش خطوط وتبقى مطرح ما نظفنا ناعم قوي. اهو كده اهو كده يا جماعه اهو كده ناعم اهو كده، طريقتين كده وبقت ناعمه بلاش الصنفرة الخشنة. اهي يا جماعة كده اهي اهو كده اهو زي ما احنا شايفين كده اهو. تاني حاجة او تالت حاجة السلك الالومنيوم يا جماعة اهو، هنفتح كده اهو، هجيب كده اهو السلك وننضف كويس قوي بيها. اهو يا جماعة اجيب حتة السلك الالومنيوم كده اهو وافضل انضف اهو كده اهو اهو يا جماعه، بس هياخد مني وقت اكتر. فاحسن حاجه الموس، وكل واحد يشوف الحاجه اللي ايه اللي حاجه اللي تناسبه اهو كده. السلك الالومنيوم هو برده ناعم وبينظف، بس هياخد وقت اكتر واسرع. اما طريقتي انا بقى المفضله هوريها لكم، يعني لما بيجي لي شغل حاجه زي كده عشان انا بستسهل العمليه شويه اهو بالطريقه دي زي ما احنا شايفين بالشنيور اهو يا جماعه كده. بجيب كده اهو بصوا يا جماعة كده اهو
زي ما احنا شايفين اهو يا جماعه، دي طريقتي انا اما اجي بعمل المكوى اللي زي كده. دي بالنسبه لي انا اسرع واريح. ونكمل فيها اهو كده، واكمل فيها انا وارجع لكم اوريها لكم تاني وهي بتلمع باذن الله. اهو يا جماعه زي ما احنا شايفين اهو، نعمت خالص وتشال القرف اللي فيها اهو. بصوا كمان يعني السلك اللي هي الفرشه، السلك دي اللي متركبه في الشنيور مش عامله فحر او عامله خطوط، وناعمه اهي جامده بس طبعا سخنه مش قادر المسها. وهكمل انا الحته الصغيره دي واديها للزبون. طبعا انت حر في الامكانيات اللي عندك، عندك الطريقه اللي انا بعمل بيها الاخرانيه دي، الفرشه والشنيور، عندك السلك الالومنيا، عندك الصنفره الناعمه، عندك الموس، نص موس زي ده كده، وكحاتي بيها الحاجات اللي هي سايحه. طبعا هتكون بلاستيكات اغلبيتها هي اللي بتسيح. طبعا اكون مسخن المكوى، اكون مسخن يا جماعه المكوى مش على الناشف. ارجو ان تكون الافكار دي مفيده، وشكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.